السلام عليكم شباب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أنواع العقود. مبدئيا الورق ده أنا واخد سكرين شوت من كتاب إدارة مشروعات التشييد لدكتور إبراهيم عبد الرشيد. طيب، أول حاجة كده الدكتور بادئ فيها بيتكلم الأول، بيقول لك هو إيه أساسا العقد. فبيقول لك والله العقد اتفاقية بين المالك والمقاول، على أساسها هيقوم المقاول بتنفيذ بعض البنود أو الأعمال اللي موجودة في العقد. وكمان بيكون موجود في العقد يا شباب الفترة بتاعة المشروع، يعني مثلا المشروع ده هيتكلف هياخد فترة تنفيذ سنة، 6 شهور، أيا كان. وبيكون مثلا في شرط جزائي، والله لو المقاول اتأخر عن الفترة دي بيكون في شرط جزائي قد كده لازم يكون منصوص عليه في العقد. وبرضو التعامل المادي ما بين المالك والمقاول هيكون ازاي، تمام؟ وده الحاجة الأساسية اللي بيعتمد عليها أنواع العقود. فبيقول لك إني والله قال لك إن العقود بتتقسم لنوعين أساسيين طبقا لأسلوب التعامل المادي. التعامل المادي هو الأساس اللي بيحدد أنواع العقود. طيب، فبيقول لك والله ان في تعامل، في عقود بتعتمد على التعامل المادي بيكون على اساس التمن، يعني التكلفة الكلية للمشروع. عشان حضرتك برضو تكون واخد بالك، للناس اللي ما تعرفش ان المفروض ان التكلفة الكلية بتنقسم لتكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة، وهنعرف ايه هي التكلفة المباشرة في مثال كمان شوية ان شاء الله، والتكلفة الغير مباشرة هي ايه. مبدئيا كده التكلفة المباشرة يا شباب هي العمالة والمواد اللي حضرتك بتستخدمها للتنفيذ. يعني مثلا انت هتعمل خرسانة مسلحة، فوالله انت عايز نجار وحداد وعايز عمالة بتعمل بتشتغل الكلام ده، عايز بعد كده مواد خام، عايز حديد وعايز اسمنت وعايز كذا وكذا وكذا، المواد اللي هتستخدمها في الصب، وعايز كذلك معدات الخلاطة ونش. الكلام ده كله بيكون في التكلفة المباشرة اللي هي الأساس أو العصب بتاع البند اللي حضرتك بتنفذه. طيب، بالنسبة للتكلفة غير المباشرة بتعتمد أو بتكون أساسها هامش الربح اللي حضرتك حطه، وده بيكون تقريبا، أو مش آسف مش تقريبا، بيكون نسبة من التكلفة المباشرة. يعني بفرض إن التكلفة المباشرة طلعت 100، فبالتالي هتقول مثلا إن أنت هتحط ربح 5%، 10%، ايا كان على حسب البند بتاعك، فبيكون الربح بتاعك نسبة من التكلفة المباشرة. طيب، التكلفة الغير مباشرة زي ايه تاني غير الربح؟ الضمان او المخاطر اللي ممكن المقاول يواجهها اثناء التنفيذ. طيب، المخاطر دي زي ايه يا شباب؟ ممكن حضرتك ان انت مثلا ساعة التعاقد كنت عامل الاسعار اللي انت حاططها او اللي انت حاططها في المقايسه، او عامل مسعر على اساسها، والاسعار بفرض بعد فتره بعد ما العقد اتدرس وخلاص والمناقصه رست عليك، الاسعار بتاعه الخامات او العماله ارتفعت بطريقه او باسلوب كبير. فحضرتك كده هتلاقي ان انت في مخاطر عندك علشان الأسعار ارتفعت، فأنت لازم تكون عامل لنفسك هامش للمخاطر دي عشان تعرف تسد معاك شوية. طيب، قلنا نرجع لموضوعنا في العقود. فقال لك والله إن العقود بتعتمد أساسا على التعامل المادي اللي بيكون بين المالك والمقاول، وقال لك إن في نوع أولا بيعتمد على الثمن الكلي أو التكلفة الكلية، يعني التكلفة مباشرة وغير مباشرة، وقلنا أمثلة عليهم. وقال لك والله ان هما نوعين، اللام صم واليونت برايس. طيب، وقال لك بعد كده ان في عقود بتعتمد على ان التعامل المادي بيكون على التكلفة المباشرة بس، الدايركت كوست فقط، تمام. وقال لك ان هما برضو بتنقسم لنوعين، الكوست بلس والتارجت كوست، تمام. طيب، مديك هنا شرط بيقول لك والله ان الطيب بتاع الكونتراكتس الكوست هنا وهنا البرايس، وهنا قلنا ان البرايس اللي هي التكلفة الكلية بينقسم لليونت برايس واللامب سام، والكوست اللي هي التكلفة المباشرة بينقسم للكوست بلس والتارجت كوست زي ما قلنا في السلايد اللي قبل كده. بعد كده احنا عايزين نعرف
كل نوع من الانواع دي ايه مميزاتها وايه عيوبها واساسها ايه، تمام؟ فهو هنا ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البرايس كونتراكت اللي هو بيعتمد على التكلفة الكلية سواء مباشرة وغير مباشرة. طيب قال لك والله اول نوع عندك اللي هو اللام صم، تمام؟ فهنقرا سريعا كده وهنترجم لو في حاجه مش مفهومه. فبيقول لك ان هو احد عقود التشييد اللي بيلتزم بيها المقاول بان هو يعمل الاعمال اللي موجوده في العقد نظير مبلغ مالي، تمام؟ اهم حاجه حضرتك تعرفها ان في اللمصم ان لازم يكون التصاميم التصميمات والمقايسات والحصر بتاع المشروع كلي يكون خلصان، ماشي؟ ليه؟ لأن التكلفة بتكون ثابتة. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ بيقول لك هنا يلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يحمل المقاول مسؤولية أي مخاطر بيتعرض لها المشروع. يعني أنت اتفقت مع المالك أن أنت هتنفذ بند 1 2 3 نظير مقابل مبلغ مالي قيمته 1,000,000 جنيه. انت عملت الحاجات دي او انت كنت قايل الاتفاق ده مثلا بفرض ساعة الثورة يا شباب، لما كان قبل كده اتفقت ب1,000,000 جنيه، جه حصلت الثورة، المليون دول بقوا 1,200,000 نظير ان مثلا الخامات زادت او العمالة سعر اليوميات بتاعتهم زادت، تمام؟ فالمالك ملوش دعوة ومش هيتحمل اي مشاركة في الزيادة او الريسك اللي وقع على المقاول. هو ليه ان هو يدفع 1,000,000 جنيه زي ما متفق معاك، تمام؟ وهتلاقي ان المالك او الملاك يعني بيفضلوا المشروع نوع العقد ده لان هو ما بيكلفوش اي مخاطر، ملوش دعوة باي حاجة. هو يتفق مع المقاول ان انا هدفع قد كده نظير بند 1 2 3 وانت نفذ، وعشان كده زي ما قلنا المالك بيحب او بيفضل النوع ده من العقود. فهنا موضح وبيقول لك ان يلاحظ ان ثبات المبلغ المتفق عليه بيحمل المقاول كل المخاطر اللي بيتعرض لها المشروع اثناء التنفيذ، والمالك ما بيتحملش اي مشاركة في الزيادة المالية اللي ممكن تحصل للمشروع على حسب الظروف المحيطة بيه، تمام؟ قال لك المالك كل اللي عليه ان هو يدفع المبلغ اللي متفق عليه مع المقاول مسبقا. وبيقول لك برضه هو هنا ان اصحاب المشاريع الملاك بيفضلوا النوع ده من التعاقدات، طبعا خاصة في الايه في القطاع الخاص. بس في عيب للموضوع ده ان مش بيدي مرونة للمالك ان هو يعمل اي تغييرات اثناء التنفيذ. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ هنشوف هنا في كم مثال مكتوب هنا هو مع ملاحظة أن استخدام عقد الثمن الكلي اللي هو اللام صم وبسبب عدم وجود أي مرونة في تغيير التكلفة، فلذلك يحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد، مما يؤدي إلى ضرورة الانتهاء تماما من جميع الرسومات والتصميمات والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفة والتعاقد. يعني زي ما قلنا من شوية ان لازم حضرتك تكون عارف كمياتك قد ايه، مخلص تصاميمك، عندك الشكل النهائي للمشروع، تمام؟ طيب بيقول لك بقى هنا يشترط علشان تستخدم العقد ده ان حضرتك تكون منتهي مخلص تماما التصاميم والرسومات والمواصفات، تمام؟ يعني احنا كده بنتكلم في اهم السمات اللي بيتميز بيها العقد ده، تمام؟ وهنا الكلمة اللي احنا كنا بنقولها من شوية ان هو ما بيديش للمالك مرونة ان هو يعمل تغيير في المشروع، سواء ان هو مثلا هيضيف حاجة او هيغير نوع او خامة معينة في البند، تمام؟ بيقول لك ان اللي بيوفر للمقاول حافز كبير لو انت وفرت يعني مبالغ مالية، لان المقاول بيكون لي نصيب منها مثلا. وبعد كده بيقول لك برضو ان المقاول بيتحمل اي ريسك موجودة في المشروع. واخر حاجة بيقول لك ان التكلفة الكلية ثابتة في المشروع، طبعا ده من وجهة نظر المالك وده بيفضله قلنا الملاك او اصحاب المشاريع. ده كده اول نوع وده كان حاجة بسيطة.
طيب، في تاني نوع من الـ price contract اللي هو بيعتمد على المباشر والغير مباشر، الـ unit price contract. طيب مبدئيا الـ unit price contract حضرتك ده اكيد انت عارفه، لو نزلت اي تدريب او بصيت على اي مقايسة، هو تقريبا اكتر نوع مشهور في العقود، وهو بيعتمد على تمن الوحدة في كل بند. تمام. طيب حضرتك المفروض مثلا اولا ايه الفرق ما بينه وما بين اللمسم؟ اول فرق ما بينه يا شباب ان لازم اللمسم يكون جميع التصاميم خلصانة وكل حاجة خلصانة. اليونت برايس لا، انا ممكن مثلا يكون انا شغال في الحفر وهو لسه اساسا ما اشتغلش فيه حصر كميات الخرسانات للاسقف مثلا، فالموضوع بسيط. وبالتالي هيترتب على ده ان انا في اللمب سام كنت عارف ومحدد تكلفة المشروع النهائية، في اليونت برايس لا، انا ما اعرفش التكلفة النهائية للمشروع امتى، ولكن انا هعرف امتى بعد ما اخلص جميع الاعمال بتاعة المشروع. تمام. وبالتالي انا ممكن هنا في اليونت برايس يكون للمالك مرونة ان هو يغير بنود او يضيف وحدات او اي تغيير في المنشأ واستخدامه، على عكس اللمب صم. يبقى دي كده اهم او اكتر الفروق ما بين النوعين دول من العقود. طيب هنا بيقول لك ان هو بيمكن حساب التكلفة المباشرة للبند ازاي، ان حضرتك بتجمع تكلفة العمالة والمواد والمعدات، يبقى كده التكلفة المباشرة زي ما احنا قلنا اللي هي العمالة والمواد والمعدات، ثم تقدر التكلفة الغير مباشرة اللي هي زي ايه؟ الادارة، حضرتك عندك مهندسين وعندك محاسبين وعندك عمالة قائمة على الادارة، والضمان اللي انت بتضمن بيه المنشأ للمالك، والريسك ونسبة الربح بتاعتك، وقلنا ان الربح بيكون نسبة من التكلفة المباشرة بتاعتك او بتاعة البند. تمام. طيب دلوقتي في مثال هنا. طيب الاول قبل ما نروح للمثال يا شباب، بيقول لك ان حضرتك طبعا البند بيكون عندك مثلا انت بتنفذه، فحضرتك هتروح تعمل مستخلص. المستخلص ده بيكون فيه الاعمال اللي هي كميات، كمية الاعمال اللي حضرتك خلصتها من البند علشان تروح تاخد عليه فلوس. فقالك هنا المستخلصات هي قائمة الأعمال التي تقدم طبعا من المقاول للمالك، لأن ده كأني أنا بقول له أنا عايز فلوس نظير الأعمال 1 2 3 اللي أنا عملتها، يبقى اللي بيعمل المستخلص هو المقاول ويسلمه للمالك. وطبعا المستخلصات بتكون على فترات محددة بيكون منصوص عليها في العقد، وطبعا بيكون موضح فيها الأعمال اللي انتهت أو اللي حضرتك نفذتها كمقاول. وانت بيكون مثلا عندك، احنا تقريبا شرحنا النوع ده، ان انت بيكون عندك مثلا الكمية هنا البند ثم الكمية وبعده على طول بيكون في الوحدة ثم سعر الوحدة، فبالتالي انت بتحول الكمية اللي انت جبتها او اللي انت نفذتها لتكلفة عن طريق ان انت بتضرب الكمية اللي نفذتها في تمن الوحدة فتجيب تمن اللي حضرتك نفذته. طبعا المستخلص يا شباب معلومة لحضرتك ما بيتصرفش 100%، بيتصرف منه نسبة معينة ويتشال منه نسبة معينة وبيكون متفق عليها مسبقا. طيب طبعا بعد ما حضرتك بتقدم كمقاول للمالك المستخلص، المالك بيروح يراجع على الحاجات اللي انت بتقدمها، والله دي اتنفذت والكميات دي صح فعلا ولا لا. طيب هنا مديك مثال بيقول لك ان في جدول مرفق فيلا سكنية، والفيلا دي من دورين، وبيقول لك عايزك تحسب تكلفة الموارد والعمالة والمواد والمعدات، واداك هنا الجدول اهو. طبعا الجدول ده خاص يا شباب بالايه؟ باليونت برايس كونتراكت. بيديك هنا البند، والله ان هو مثلا في الاول
حفر ثم خرسانة عادية، خرسانة مسلحة، مباني خارجية ومباني. خلي بالك المباني الخارجية شباب بتبقى بالمتر المكعب لأن هي بتكون طوبة على الأقل، عكس المباني الداخلية إن هي عادة بتكون نص طوبة، وبالتالي هي بتكون بالمتر المربع اللي هو المتر المسطح وليس المتر المكعب. طيب، وبعد كده تكمالا حضرتك هو رصص لك البنود اللي موجودة عندك في الفيلا. تمام، حضرتك مديك الكميات بتاعت كل حاجة، انت كمقاول هتعمل ايه؟ المفروض تحط اليونت هنا بكام، يعني مثلا بفرض الحفر كان ب10 جنيه، فحضرتك هتكتب هنا 10. بعد كده انت عايز تمن البند الكلي كام، فالوحدة يا شباب اللي هو المتر المكعب، فانت عندك المتر المكعب ب10 جنيه، وانت عندك 52 متر مكعب، وبالتالي تمن البند الكلي هيبقى 520 جنيه. قيس على كده بقية البنود. خلي بالك في تحت خالص هنا أعمال الكهرباء بتبقى مقطوعية وليست كميات، وهنعرف كمان شوية أو في فيديو تاني إن شاء الله يعني إيه مقطوعية. طيب، ده كده الجدول اللي موجود عندك. هنشوف بند كده مثلا نحلله إزاي، هتحسب التكلفة المباشرة والتكلفة الغير مباشرة للبند ده. تمام، عادة يا شباب إن التكلفة الغير مباشرة بناخدها 20% من التكلفة المباشرة. طيب، قالك مثلا والله ان انت عندك اول بند كان اعمال الحفر، وكان هو مديهولك ان هو 52 متر مكعب. طيب، احنا قلنا ان التكلفة المباشرة تكون عمالة ومعدات وخامات. طيب، انت عندك مثلا هو مديك هنا بفرض ان انت هتستخدم عمالة يدوية اللي هما متكونين من 6 عمال ومشرف عليهم رئيس عمال. تمام، الأداء بتاعهم قد إيه يا شباب؟ ال6 عمال هيطلعوا لك في اليوم 17 متر مكعب. طيب، أنت عايز تحفر 52 متر مكعب، والأداء بتاعهم في اليوم 17 متر مكعب، بالتالي حضرتك لما تقسم 52 على 17 هتعرف إن البند ده هيتنفذ في 3 أيام. يعني كده أنا عايز ال6 عمال والمشرف بتاعهم 3 أيام. طيب، بفرض ان العامل مثلا هو هنا كان عايز يحسب تكلفة العمال، فبيقول لك ان رئيس العمال اليومية مثلا بتاعته 130 جنيه. طبعا هو دلوقتي يعني الاسعار تضاعفت تقريبا، ده دلوقتي 200 جنيه، فانت عندك 3 ايام هنمشيها زي ما هو مكتوب، في 130 بقى 390. طيب، والعمال انت عندك 6 عمال في 3 ايام في كام يوميته؟ هو دلوقتي مثلا متوسط 120 140، فهو دلوقتي هنا كاتبها لك 60، كتاب قديم اصدار قديم، فقال لك والله ان هو 1080 جنيه. يبقى كده تكلفة البند كام؟ 390 جنيه زائد ال1080 جنيه، ده بفرض ان حضرتك ما استخدمتش معدات، يعني كان الحفر يدوي. طيب، نشوف بند تاني. مثلا حضرتك عندك هنا الخرسانة العادية، هو كان مديها لك فوق ان هي 14 متر مكعب. طيب، والله انا قالك ان انت هتستخدم خلاطة نحلة، ان شاء الله هنزل لكم PDF فيه معدلات الاداء بتاعت كل معدة وبرضو العمالة. طيب، قالك ان انت مثلا خلاطة النحلة هتطلع لك 15 متر مكعب في اليوم، هتستخدم معاهم 2 عربية نقل يدوي، وهيكون عندك عمالة 8 عمال والكوماندا بتاعهم اللي هو المشرف بتاعهم او رئيس العمال. تمام. طب انا عندي 14 متر والنحلة هتطلع لي 15 متر، يعني تقريبا كده هستخدم العمال دول يوم واحد. طيب، انا عايز مواد خام ايه؟ والله انا محتاج خرسانة عادية، يعني محتاج رمل واسمنت وزلط. تمام، فقال لك انا هحتاج 12 متر زلط، المتر سعره قد كده، يبقى انا محتاج 360 جنيه. وبعد كده عندك 6 متر رمل محتاجهم، سعر المتر 20 جنيه، يبقى انا هدفع 120 جنيه للرمل، و72 شكارة اسمنت، الشكارة ب15 جنيه، يبقى انا هدفع 1080 جنيه اسمنت. تمام، هنيجي نجمعهم المواد الخام بتاعتك فطلعوا معاك 1560 جنيه. تمام، طبعا الاسعار دي برضو يا شباب غليت. تمام، المهم انا دلوقتي عندي الخلاطة اليومية بتاعتها انا محتاجها يوم واحد، لأنها هي بتطلع لي 15 متر وأنا اللي محتاجه 14 متر، فأنا هحتاجها يوم واحد ب500 جنيه، والعربية النقل اليدوي مثلا إيجارها اليوم ب50 جنيه، فأنا محتاجها
يوم واحد بس محتاجة عربيتين، فبالتالي 100 جنيه. رئيس العمال يوميته كده عامل الخلاطة ب100 جنيه. كان خلي بالك ان كان في 8 عمال عاديين، وفي عامل خلاطة، وفي هنا مكتوب اهو شباب عشان نرجع مع بعض اهو. بفرض ان يكون ده الحفر، اسف اهو هنا عدد 2 عربة يدوي مع طاقم عمالة تكون من رئيس عمال وعدد 8 عمال عاديين وعامل خلاط، تمام. فعامل الخلاط يوميته ب100 جنيه، العامل العادي 60 جنيه، وكان عندي 8. المهم هجمع الكلام ده كله واضيف عليه الخامات، فطلع لك ان تكلفة البند الكلي 2870 جنيه، تمام. وقيس على كده بقية البنود كلها. احنا طبعا مش هنتكلم في كل ده، انا هسيبهم لحضرتك ان انت تطلع عليهم وتشوف هو بيحسبهم ازاي، بس هي نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا في الطريقة دي، ان حضرتك بتفصلها بتحولها للتكلفة مباشرة وغير مباشرة. تعرف ان المباشرة عمالة ومعدات وخامات، وبعد كده طيب احنا هنا وصلنا للجدول ده في الاخر، ان حضرتك عندك التكلفة المباشرة والتكلفة الكلية للبند. هنا التكلفة المباشرة هو مقسمة لعمالة ومواد ومقاول باطن. انا مش محتاج هنا مقاول باطن الا في الاعمال بتاع المقطعيات زي ما هنشوف في فيديو تاني ان شاء الله، تمام. المهم بقى الحتة اللي مكتوبة فيما بعد اللي عايزين نتكلم فيها، بيقول لك ان صاحب القرار بتقدير التكلفة غير المباشرة اللي هي نسبة الربح والضرائب والريسك والتكلفة الإدارة، إن بفرض هو بيفرض النسبة دي إن هي 20% من التكلفة المباشرة. يعني إيه؟ يعني حضرتك هتشوف تمن البند ده كان كام وتضربه في 1.2، يبقى ده التكلفة الكلية للبند ده. فهو هنا مثلا عنده أول بند الحفر كان تكلفته 1470 جنيه، هتضربها في 1.2 هيديك 1764 جنيه. طيب لما انا اجي اقدم، انا هقدم ايه للمالك؟ انا مش هقدم يا شباب غير الجدول ده، التكلفة والحاجات دي كلها انا اللي بحسبها مع نفسي كمقاول، وما بديش التفاصيل دي طبعا للمالك، انا بديله بس اللي في الاخر ثمن تمن البند قد ايه. طيب لان هامش الربح بيختلف من مقاول للتاني، وهو ده اللي بيفسر ان انت بيكون عندك مثلا في لما حضرتك بتقدم مصروف مالي ومصروف فني، المصروف المالي كل واحد بيحط هامش ربح مختلف عن التاني، فالاسعار بتبقى مختلفة. فانا بحط في الاخر الثمن الكلي اللي هو شامل التكلفة المباشرة والغير مباشرة. المهم هتضرب كل بند في 1.2 هيديك الناتج الجديد ده، تمن البند اللي هو مباشرة وغير مباشرة. طيب ده كده تمن البند الكلي، اما اجي اقسمه على الكمية هيديك تمن الوحدة اللي هي يعني مثلا المتر المكعب خرسانة حفر ب 34 جنيه، المتر المكعب خرسانة ب 246 جنيه. ال 246 جنيه دي جت منين؟ ان انا قسمت التمن الكلي للبند على ال 14 او على الكمية بتاعة البند الكلي. فكده جمع طبعا هو الكلام ده كله هنا، طلع له في الاخر ان التكلفة الكلية للمشروع الرقم ده. طيب اهم السمات اللي موجودة عندنا في النوع ده، قال لك اول حاجة ان حضرتك ان انت ممكن تستخدم العقد ده لو انت لسه ما كملتش التصاميم، على عكس اللمصم زي ما احنا قلنا في الاول. طيب ان ممكن برضو المالك يعمل بعض التغييرات في المشروع اثناء ان حضرتك بتنفذ، وان المالك والمقاول بيشاركوا في تحمل المخاطر اللي ممكن المشروع يتعرض ليها، لان الاسعار بتتحط تباعا وليست في الاول خالص زي اللمصم. طيب وبيقول لك في الاخر زي ما احنا قلنا ان التكلفة النهائية للمشروع مش محددة، هتعرفها امتى؟ لما حضرتك تنتهي تماما من تنفيذ جميع الأعمال الموجودة في البنود المختلفة. احنا كده يا شباب خلصنا النوعين الأولانيين،